السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم عندنا شرح لحدث مليك البطاقة. صنفنا هذا الحدث في السابق على أنه حدث من الأحداث النادرة، وقلنا لأن ما له وقت معلوم ولأنه ما يطلع عندك في دليل الأحداث وكذلك لأهميته. طيب، الفكرة الأساسية أنك تستدعي قائد من القادة الأساطير عندك في المدينة، يعني راحوا عليك في السابق، فيستعرضون لك 5 من القادة الأساطير بشكل عشوائي، ولكن المرة هذه زادوا العدد، وهذا شيء ممتاز، جدا ممتاز. لذلك خلوني أشوف مثلا إذا فاتك ريتشارد أو ييسونغ، فهذه فرصة الآن أنك تستدعيهم. فأنا بشوف الآن، طبعا هذا الحساب مزرعة، لكن خلوني أشوف قائد أحتاجه في هذه المدينة. فاخترت يعني مسبقا سيونديوك لمهارات الجمع اللي عندها، لذلك نبدأ مع سيونديوك. طيب خلونا نشوف النظام. طبعا قبل ما تبدأ حط في بالك انك راح تصرف جواهر عليها، فراح نشوف كم تكلفة هذه الجواهر. اخترنا القائد اللي نبغاه، اللي نبغى نستدعيه. طبعا عندي 5 تماثيل حاليا منها، فأحتاج 5 إضافية، فأسوي ابدأ. طبعا الفكرة راح تفهمها معي الآن. لاحظ يعطيك 1 2 3، طبعا موارد وتسريعات خلط. شوف كيف الطريقة الآن، ممتاز. طبعا تكشف الورق لازم تطابق أي بطاقة أخرى. فنشوف الآن الحظ، ممتاز، بداية جيدة، أول فرصة مجانية. لاحظ الآن تكلفة قلب البطاقة التالية 300 جوهرة، وهذه المجوهرات اللي عندي. فخلونا نشوف كيف. لاحظ، طيب يعني المرة الجاية راح أقلبها مجانا البطاقتين اللي فتحتها الآن. فأي بطاقة تفتحها الآن راح تكلفك 300. وخلونا نقول هنا، ممتاز، بهذا الشكل، ممتاز، لقيناها. هذه الأولى، طبعا حاليا أصبح عندي 6. خلونا نقول هنا، حلو، وين كان هنا أعتقد، حلو، وأخيرا وليس آخرا، شف فري، يعني ما راح ينقص ولا شيء، ولكن ينقص إذا فتحت بطاقة. بهذا الشكل طبعا حاليا أنا تحصلت عليهم. شوفوا معي هنا الآن، كانوا 5 تماثيل لسيونديوك، فالآن كم أصبحوا؟ 8. فأنا محتاج يعني رؤوس إضافية، رأسين إضافيين حتى أستدعيهم. خلونا نشوف نقدر ولا لا. طبعا ما أدري، خلونا نشوف. بسم الله. طيب ممتاز، مفتاحين. طيب هذه هي، الآن أصبح عندي 9 تماثيل لسيونديوك. الآن شوف كيف توقف الحظ إلى هنا، فأنت مضطر أنك تنتظر، أو يعني لازم يكون عندك على الأقل 10,000 جوهرة، ما لا يقل عن 10,000 أو 8,000، خليني أقول كذا، كم يعني معدل متوسط على حسب التماثيل اللي أنت تبغى تستدعيها. فحاليا عندي 9، ولكن راح أدبر المجوهرات الباقية. فأنا حاولت أني أستعرض لك الطريقة حاليا. فلما تنتهي، يعني لما تنتهي من هذولي يمديك ترجع من هنا وتختار قائد ثاني، أعتقد كذلك. اللي يجرب هذه الحركة يعلمنا تحت حتى يفيد الشباب اللي والبنات اللي يلعبون هذه اللعبة. ننتقل الآن لرسالة النظام عن التحديث القادم في 10 من ديسمبر، راح تكون فيها السيرفرات معطلة بشكل كامل لمدة 3 ساعات تقريبا. طيب خلونا نشوف الإضافات. أول إضافة راح تكون عبارة عن حدث موسمي بمسمى عيد الميلاد أو رأس نهاية السنة أو الكريسماس، طبعا بتكون فيها هذه الأحداث. اقرأ معي هنا، احصل على جوائز فردية، بمعنى أن أنت الآن مطلوب منك تجهيز 7,000 جوهرة. تذكر حدث الهالوين اللي شرحته بالسابق، مو كان في صفين، 1 مجاني و7,000 جوهرة؟ نعم،
أبغاك توفر الآن 7000 جوهرة حتى تتحصل على جميع المكافآت في هذاك الصف إلى أن تصل إلى آخر مستوى، وتسترجع 7000 جوهرة بالإضافة إلى المكافآت القوية، منها 35 تمثال ذهبي. وما أعتقد أنه في حدث أفضل من هذا الحدث لأي لاعب فري تو بلاي. طيب، الإضافة الثانية راح تكون عبارة عن أحداث نشرحها في وقتها إن شاء الله تعالى. الإضافة الثالثة راح تكون عبارة عن تحسين نظام الهجرة. طبعا في لاعبين كثر اشتكوا، قالوا أنه النظام الحالي معقد وأنه صعب ونبغاكم تحسنونه، فاللعبة استجابت لهذه المطالب، فبالتالي تم تخفيض الأرصدة الفردية اللازمة لشراء صفحات جواز السفر في متجر التحالف عفوا من 800,000 إلى 600,000. وش معنى هذا الكلام؟ لاحظ معي هنا، حاليا القيمة الواحدة من هذه تكلف 800,000، ولكن بعد التحديث راح تتغير وتصبح 600,000 عملة فضية أو رصيد فردي. طيب، شوف ايش اللي بعده. الحكام الذين لديهم أقل من 35 مليون، يعني إذا قوتك 35 مليون وما أسفل وما تحت، الآن قللوا عليك متطلبات صفحات جواز السفر، وهذا شيء مبشر بالخير وتغيير جدا ممتاز. طيب، اللي بعده، تحسب قوة المملكة الآن من القوة المشتركة أو المشتركة لأفضل 300 حاكم بدلا من أفضل 100 حاكم. واو، صراحة يعني لاحظ معي هنا الترتيب، قوة فردية يقصدون بها هذه أفضل أول. طبعا في اللعبة خليني أشرح لك، في 32 مملكة قوية. طيب، كيف تتصنف هذه الممالك على أنها أفضل 32 مملكة بناء على أفضل 100 حاكم في القوة هذه؟ تمام، حاليا بعد التحديث رفعوها إلى أفضل 300 حاكم، يعني راح تكون في قوة أكبر، وهذا شيء يعني قوي صراحة، تغيير جدا ممتاز، فراح يستقبلون عدد أكبر من الأقوياء. طيب، في كل شهر يمكن لأي ملك من الممالك 32 مملكة قوية أن يختار قبول حاكم واحد فوق 25 مليون وما فوق. طبعا أي مملكة حاليا من الممالك القوية ما تقدر تستقبل اللاعبين اللي فوق 25 مليون، لذلك غيروا هذا النظام، فعندهم مرة واحدة في الشهر يستقبلون لاعب واحد فوق 25 مليون، شيء ممتاز. اللي بعده، تغييرات أخرى خلال تابوت أوزوريوس. يمكن للحكام الآن النقر على أيقونة تابوت أوزوريوس في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة لتحديد تابوت مباشرة واستخدامه، فأعتقد أن راح يكون هنا، ما أدري والله ما أدري، لكن راح نشوفها مع بعض إن شاء الله تعالى إذا جت. في لوحة الأحداث سيتم الآن فرز أنواع مماثلة من الأحداث تلقائيا معا، ما أدري صراحة وش يقصدون فيها، لكن راح نشوفها إذا جت كذلك. من ضمن الإعدادات، يمكن للحكام الآن اختيار عرض أو إخفاء اللقب الخاص بهم عند إرسال هدايا التحالف، يقصدون بها هذه، لاحظ، لا مو الإقليم، شو وداني هنا، الهدايا. حاليا أي واحد يشتري من المتجر يطلع اسمه زي هذا الآن، جري وولف، يعطيه العافية، اشترى لنا، اشترى هو بعدين رجع لنا، أو استفدنا من اللي شراه هو صندوق. فحاليا عند الخيار بعد التحديث أنه يخفي اسمه بحيث أنه يشتري ويجينا الصندوق لكن بدون هذا الاسم. طبعا هو مخير إذا يبغى الاسم ظاهر أو مخفي. يعطيك العافية جري وولف. طيب، وش اللي بعده؟ تمت إضافة يوليوس قيصر محمد الثاني وفريدريك إلى حزمة العرض اليومي المميز، يقصدون بها هذه، العرض اليومي اللي هو هنا، هذا هو حاليا الترتيب المعروف انه تساو، تشتري هذه الصناديق بشكل كامل بحيث انه يعطيك صناديق تساو
وإذا خلصت تساوي مكسته يعني يطلع لك إلسد. والله ناسي الترتيب كيف، أتوقع مارتل بعدين إلسد، والله ناسي. لكن الآن بعد هذول راح يتوفر الآن محمد الثاني وفريدريك والقيصر سيزر. ممتاز، هذا شيء صراحة جدا ممتاز. إيش بعد؟ تجديد جميع المؤثرات الصوتية، تم تجديد. طيب يعني ما في شيء يعني إضافي قوي ثاني. ممتاز، يعني أنا أعتبر التحديث هذا جدا ممتاز، وأعتقد راح ينبسطون كثير من اللاعبين منه. وأنا أنتظر حدث عيد الميلاد على أحر من الجمر، لأني راح أستفيد وكلكم راح تستفيدون من الجوائز الفردية. فمطلوب منك أنت الآن تجهيز 7000 جوهرة. هذا اللي كان عندنا اليوم، أتمنى أن كل شيء كان واضح. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.